بجهود ذاتية شبابية، تم تحويل إحدى مكبات النفايات في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى إلى ملعب لكرة المضرب أو ما تعرف برياضة التنس، ليكون الملعب الجديد ملتقى لمحبي هذه الرياضة. ثبت لكل العراقيين أنه العلاج الرئيسي لكل المشاكل اللي نعاني من عندها هو الرياضة. الرياضة توحدنا، الرياضة تقوينا، الرياضة تعزز بنا القيم الخلقية الأصيلة اللي تربينا عليهم. هذا المكان حقيقة كان مكب للنفايات، وبجهود فردية استطعنا نحوله إلى مجمع للتنس يحتوي كل أبناء المنطقة الموجودين هنا ولاعبي ديالى بالذات، واللي استطاعوا أن يحققوا نتائج متميزة على مستوى العراق خاصة الفئات العمرية. حصلوا على المركز الأول لفئة 8 سنوات، وحصلوا المركز الأول كذلك لفئة 10 سنوات، إضافة للمتقدمات المتميزات بلعبة التنس بالمحافظة. فئات عمرية مختلفة تأتي إلى هذا المركز الشبابي لتعلم فنون هذه اللعبة بعد أن تطورت الفكرة وأصبحت تضم الكثير من اللاعبين والمختصين. وعندنا كافة الأعمار، أعمار من 6، عندنا 6 إلى لاعب منتخب، وحققنا نتائج يعني نتائج وإنجازات حلوة. رواد الملعب الجديد عبروا عن فرحتهم بالمشروع الذي فتح لهم نافذة جديدة نحو تحقيق حلم احتراف اللعبة مستقبلاً. وصار لي 3 سنوات ألعب هذا الملعب، ورحت بطولتين، بطولة أربيل وبغداد، ودكتور ماجد هو وصلني لهذا المستوى، وبالعطلة هنا أنا أتدرب دائماً. أنا هنا أنا صار لي شهر أو أقل من شهر يدربونا كابتن ماجد وكابتن أحمد يعلمونا، وأنا وأخويا دائماً يوميا نجي هنا نقضي وقت ونرجع للبيت، كلش نتونس ونلعب. مجهود رأى النور بعد أن يأس شباب ديالى من قيام الجهات الحكومية بواجبها من خلال إقامة المشاريع الرياضية والترفيهية رغم الأموال المخصصة لهذا القطاع، فقرروا القيام بهذه الخطوة بأنفسهم حباً بالرياضة ولوعيهم بفوائدها الكثيرة والمهمة على مستوى الأفراد والمجتمع.